السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة هو دعوة لزيارة جامع عمرو بن العاص. مسجد وجامع عمرو بن العاص هو الجامع الموجود في ظهر دهوبر في مجمع الأديان في قسطاط زمان في مصر القديمة حاليا. جامع عمرو بن العاص هو اللي أنا بدعو ليه النهاردة من خلال الفيديو ده. هو دعوة لزيارة جامع عمرو بن العاص، أول جامع اتعمل في أفريقيا، أول جامع اتعمل في مصر، رابع جامع اتعمل على مستوى العالم الإسلامي بعد الكوفة والبصرة وقبلهم، ها جامع الايه المدينه المنوره المسجد النبوي. يبقى اول جامع اتبنى في مصر واتبنى في افريقيا هو الجامع اللي في ظهر دهوت، جامع عمرو بن العاص. انا عاوز اقول لكم النهارده كان معايا طلبه قسم العماره، كانوا جايين من بنا مخصوص لمجمع الاديان، وشفنا مع بعض نموذج كنيسه او مجموعه كنائس زي كنيسه معلقه وكنيسه مار جيرجس وغيره، ونموذج معبد يهودي اللي هو معبد بن عزرا، ونموذج جامع. بس انا بعتذر النهارده، انا صورت الجامع بس نظرا لان في الكنائس وفي المعابد ممنوع تصوير ولازم التصريحات قبلها، فده اللي قدرت النهارده ان انا اقدمه. هنشوف مع بعض، هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي اوصل من خلال الخريطه لجامع عمرو بن العاص. زي ما احنا شايفين دلوقتي ده نهر النيل اهوت، وهو على امطار من نهر النيل. اقدر اوصل له ازاي؟ ده طريق الكورنيش، يا اما هاخد طريق مصر القديمه لو انا جاي من حلوان من تحت، هخش طريق مصر القديمه تمام، وكاني رايح على الامام الشافعي، وهعمل يوتير تمام، وهرجع تاني اخش بقى منطقه مصر القديمه. اهي ادي المنطقه بتاعت مجمع الاديان، وادي جامع عمرو بن العاص اهوت. او لو انا جاي من كوبري عباس من الجيزه هعدي تمام الكورنيش، وعدي كمان النفق اللي فيه المترو اللي هو طريق صلاح سالم في اوله، وهبدا ان انا اكثر يمين وهمشي على طول، هوصل برده لجامع عمرو بن العاص. دي حديقه الفسطاطه اهيت، من اشهر المعالم الموجوده حوالين جامع عمرو. ولو انا هاجي عن طريق المترو الموضوع برضه هيبقى قريب قوي. محطه المترو بتاعتي تمام اهيت، ده خط السكه الحديد الشريط بتاع المترو بتاعي. اقدر انزل في محطه ماري جرجس تمام، هلاقي نفسي قدام الجزء بتاع الكنائس، هلاقي قدامي كنيسه ماري جرجس، وهلاقي قدامي الكنيسه المعلقه، وهلاقي كمان المتحف القبطي تمام. هقدر امشي الجزء المسافه الصغيره ديت، وهلاقي نفسي وصلت لجامع عمرو بن العاص. اقرب محطة مترو ليه هي محطة ماري جيركس، في محطة تانية بس بعيدة شوية اللي هي محطة الملك الصالح، فاللي هيركب المترو هيلاقي نفسه قريب خالص من جامع عمرو لو نزل محطة ماري جيركس. انا قريب اهوت من مانيال برضو تمام. دي المعالم الموجودة حوالين ايه جامع عمرو من خلال الخريطة. لما اجي اشوف ابعاد جامع عمرو بن العاص دلوقتي هلاقيها 112 متر و 50 سنتي في 120 متر و 50 سنتي، دي الموجودة دلوقتي. أما الموجودة زمان تمام اللي اتبنت من جذوع النخيل، والجريد السقف بتاعه كان من جريد النخيل، كان أبعاده كان في كام بقى؟ كان 28 و 90 سنتي في 17 ها و 34 سنتي، 28 و 90 سنتي في 17 و 34 سنتي، يعني زاد بقى كام مرة؟ زاد تقريبا حوالي 16 مرة. طبعا ما كانش فيه الأعمدة الجميلة اللي موجودة دلوقتي حاليا في الجامع، ها ولا كان في السقف الخشب الموجود حاليا في الجامع، كانت كلها مواد خفيفه، جذوع النخيل هي الاعمده، والسقف كان جريد النخيل، والحيطه كانت من الطوب والطين، مفيش ابسط من كده تمام. طبعا العصور المختلفه جت بعد كده بدا التطور فيه وتكبره لحد ما وصل المساحه ايه اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هي كان في كام قلنا، اللي هي 112 ونص في 120 ونص. متخيل ان جامع عمرو اتبنى بالشكل ده هو اول ما انشئ يبقى غلطان. من جامع عمرو بن العاص تمام مر عليه كام سنه؟ مر عليه 1377 سنه، 1377 سنه، داخلين في قرب 1400 سنه اهو. كان وقتها اهم حاجه كان بالنسبه له ايام سيدنا عمر بن الخطاب ان هو ينشر الفكر الاسلامي، فعمل ايه؟ عمل بابسط مواد البنى المتاحه وقتها، جاب جذوع نخيل وبقت مكان الاعمده الموجوده وراه، يعني في الاصل بدل الاعمده كان في جذوع نخيل، وبدل السقف الخشب الجميل الموجود فوقيه دوت تمام كان في عندي جريد، يبقى جاب جذوع النخيل وجاب الجريد وعمل حوائط من الطوب ومن الطين تمام. وقلنا ان مساحه الجامع زادت 16 مره عن الجامع الاصلي. طيب الغرض من الجامع دوت ان انا اتعبد فيه بس؟ لا طبعا، ان انا اتعبد واصلي فيه ان انا ده بالنسبه لي مستشفى اتعالج فيها ان انا الشباب يخش ويدرس تمام، يعني كانه مدرسه طبعا، وكمان الاطفال الصغيره يستعملوه كانه كتاب ممكن، وكمان في بير موجودة عند الجامع عمرو ان ممكن ان انا اشرب منه واخد مية اكيد. تخيل بقى كم وظيفة موجودة في الجامعة ها غير ادارة الحكم والتشريعات وكلام ده كله،
فجامعة عمرو مش مجرد بس جامعة لما جيت بنا، ده جامعة عمرو اتبنى بأقل المواد الممكنة المتاحة وقتها، وحصلت توسعات في عصور مختلفة تمام كده. زائد كمان إن جامعة عمرو يعتبر متعدد الوظائف وقتها، طبعا في العمارة المملوكية وقبلها العمارة الأدبية، حصل بقى إيه، حصل ابتكارات، وحصل إن هو بدأ يعمل جوه الجامعة وظائف مختلفة بفكر معماري مستحدث أو فكر معماري عظيم جميل تمام جميل، من حيث التصميم ومن حيث الفكر. اما ايام سيدنا عمر بن الخطاب وايام سيدنا عمرو بن العاص تمام كده اهوت، ما كانش فيه وقت للكلام ده كله، كان اهم حاجه عنده ان هو ينشر الفكر الاسلامي والدين الاسلامي، فعمل جامع تمام باقل مواد بناء متاحه وقتها، ده جامع عمرو بن العاص. دي الساحه اللي في النص لجامع عمرو بن العاص تمام. طبعا السنتر لاين بتاعه المكان اللي في النص فيه ايه، فيه فواره، ايه عنصر الفواره ده اللي هو الميضه، المكان اللي انا بتوضى منه. تخيل بقى عشان اهميه الميه، ها عمل له ايه، عمل 8 اعمده وغطى الثمان اعمده بشريط خشبي، وحط فوقيه عنصر لاند مارك قبه، وفوقيه هلال زي ما احنا شايفين اهو. ها يا شباب، يبقى دلوقتي احنا عملنا فواره تمام. الفواره ديت ها فريده من نوعها، موجوده في العصر المملوكي والايوبي، ده لاند مارك، علامه مميزه بصريا للايه، علامه بصريه مميزه بصريا لعنصر الميه. شوف قد ايه بقى الميه حاجه مهمه وعنصر مهم، ده رقم واحد. ورقم اتنين، غير ان هو علامه مهمه، تعتبر معالجه بيئيه. تخيل لما يجي هواء المكان اللي فيه الشمس وينزل عندي هواء في الساحه، تخش في مكان مظلل فيه عنصر ميه، فالهواء ده هيتحول من هواء ساقع، من هواء سخن لهواء ايه، لهواء بارد، لهواء ساقع تمام. فاصبح وجود الميه في الساحه اللي في النص الموجوده تمام، ده عنصر مهم كمعالجه بيئيه، وكمان كلاند مارك، وكمان عشان اهميه الميه فتحط في النص، ممكن اشرب وممكن اتوضى تمام. اما دوره الميه هلاقيها ايه، في جنب الجامعه زي ما احنا شايفين دلوقتي، ان الجامع عمرو بن العاص ها معمول بفكر البقيكات، باكيه جنبها باكيه، صف من الاعمده، ومعمول بفكر الاروقه، رواق جنبيه رواق، الرواق اللي احنا فيه ده اهو، المساحه المحصوره بين باكيتين هو الرواق، اما الباكيه هو الصف اللي على يميني وعلى شمالي، اللي هي مجموعه الايه، الاعمده الموجوده عندي جوه الجامعه، يبقى معمول بفكر الاروقه وفكر البقيكات تمام كده، عشان احنا هنشوف جوامع تانية في العصور المملوكية والأيوبية بفكر الإيوانات. دلوقتي بنعرض صور بتوضح المسجد الجامع عمرو بن العاص، اسمه جامع عمرو بن العاص تمام، وبرضه هنلاقيه في كتب اسمه جامع الفتح، واسمه الجامع العتيق، واسمه تاج الجوامع تمام. كل دوت بيشير لإيه، لجامع عمرو بن العاص. نشأ بقاله قد إيه بقى، قلنا 1377 عام بالظبط، في 21 هجريا، في 642 ميلاديا. طبعا الصوره ان هو بتوضح صلاه التراويح في رمضان، شايفين قد ايه عدد الناس الموجودين حوالين الجامع، ده في الساحه الاماميه والجانبيه، ما بالك بقى الداخلي عامل ازاي. دوت في صلاه العيد، شايفين الساحه تمام الكبيره قدام الجامع عامله ازاي وحواليه. فمسجد جامع يعني مسجد بيخدم المجتمع العمراني الموجود حواليه تمام، عشان كده معمول مساحته كبيره. دي صوره للانتيرو ديزاين، التصميم الداخلي بتاعه تمام، وقلنا ان مساحته كبيره جدا، بحيث ان هي مصمم ان يبقى في صلاه اعياد وصلاه الجمعه تمام. عشان كده يعتبر مسجد جامع، مش مجرد بس مسجد فقط او زاويه، لا ده مسجد جامع، مسجد كبير. ودي مجموعه صور تانية تمام. المهم اللي فيها عندي هو ان ازاي الجامع في الاصل حاجه صغيره، كان مساحته صغيره، وازاي حصل له توسعات، وهنشوف مع بعض دلوقتي بالتفصيل من خلال كتاب دكتور كمال الدين سامح ازاي الزيادات دي حصلت تمام. وطبعا دي صور داخليه وخارجيه وسكتشات بتوضح تصميم جامع عمرو بن العاص. جامع عمرو هنلاقيه ان هو اول جامع اتبنى في مصر، واول جامع اتبنى في افريقيا تخيلوا، ويعتبر هو رابع جامع في العالم الاسلامي بعد جامع المدينه، وبعد جامع الكوفه، وبعد جامع البصره. طبعا المدينه موجوده هناك في السعوديه، والكوفة والبصرة موجودة فين؟ موجودين في العراق. اللي بيدور على مراجع هلاقي فيه كتاب معايا اللي هو العمارة الإسلامية في مصر، ده بتاع الدكتور كمال الدين سامح. الكتاب ده كان معايا من سنة 2000، يعني بقاله 19 سنة. هو أساسا دوت إنتاج أو صدر في سنة 91، زي ما هنشوف دلوقتي سنة 91، يعني من أقوى الكتب اللي ممكن تشوفها في العمارة الإسلامية. أنا استفدت منه كتير، فشكرا للدكتور كمال الدين سامح، أستاذ ميزان حسناتك. اجي ابص نقط على الخريطه هلاقي في عندي فسطاط
بعد كده العسكر، بعد كده القطاع. طبعا الفسطاط هي الاصل، تمام. جامع عمرو بن العاص اول حاجه اتعمل فيها في الفسطاط، وده اول جامع اتعمل زي ما قلنا في ايه، في مصر وفي افريقيا، ورابع جامع على مستوى العالم الاسلامي. وبعد كده هلاقي في الشمال منها منه العسكر، وكان في جامع العسكر وده اتهد، اللي هي دلوقتي حاليا منطقه تقريبا السيده زينب. بعد كده الشمال منها القطاعه في جامع احمد بن طولون، والشمال من جامع احمد بن طولون ايه، القاهره. فاصبح لما اتبنى جامع عمرو ما كانش في حاجه اسمها القاهره، تمام. لذلك احنا لما نيجي نسمع ان اول جامع اتبنى في القاهره هو جامع الازهر، هو اول جامع في لفظ القاهره. اما وقتها كان فسطاط، لما اتبنى جامع عمرو كان فسطاط هو العاصمه بتاعت مصر. طبعا النيل اهوت موجود، فهو اختار مكان شرق النيل وشمال حصن بابليون، زي ما شايفين في الخريطه اهوت باتجاه الشمال ايه، يعني متوضح على الخريطه، متوقع على الخريطه. شايفين هنا الزيادات اللي حصل في الجامع، الجامع الصغير خالص ده، تمام. زاد قد ايه بقى مساحته؟ زاد 16 مره، 16 مره، تمام، ضعف مساحته. ده الجامع الاصلي، تمام. بعد كده زاد زياده سنه 53، بعد كده 79 هجريا، بعد كده 93 هجريا، بعد كده 133 هجريا، بعد كده 212 هجريا، لحد ما وصل للمساحه الكبيره ديت. يبقى زاد كم مره؟ زاد 16 مره. وده مسقط الافق بتاعه اهوت، ودي مجموعه سكتشات، تمام، للمعاصر الموجوده جوه جامع عمرو بن العاص. شفتوا قد ايه معايا ان الجامع عمرو جامع عظيم؟ الجامع اللي في ظهري دهوت وجامع عمرو بن العاص، بدعوا الناس كلها ان هي تيجي تزوره. الجامع ده لو جينا في رمضان وشفنا فيه صلاه التراويح والعدد الكبير في صلاه الاعياد اللي بتجيله، حاجه ما فيش بعد كده. اول جامع اتبنى في مصر واول جامع اتبنى في افريقيا، تمام كده اهوت، يستاهل مننا ان احنا دايما نيجي نبص عليه ونشوفه. شكرا لكم، اشوفكم دايما بخير، ورب يكون في فايده النهارده للناس، ناس عرفت حاجه اتعلمتها. ده هدفي دايما في كل فيديو انا بنزله. ربنا يكرمكم. كمال الجمال.